مراد؟ اتصلت بالمكتب، قالوا لي إنك ما أجيت اليوم وما لقيتك بالبيت. وبتعرف مين ساكن هون؟ توقعت إجي لعنده؟ لهيك إجيت واستنيتني ما؟ أحياناً بحس عم بأذيك بدون ما أنتبه. أخي براق من لما وعي على الدنيا وهو لاحق خالدة، وهي صدته دائما بكل الطرق، وحتى قطعت الأمل بيناتهم على الآخر، وكل مرة كان يحاول براق يتقرب فيها منها كانت تسكر الباب بوشه. بالنسبة لبراق هي حب حياته، وبالنسبة لخالدة هو واحد مهووس فيها. بس الحب ما فيه شي من الهوس كمان؟ أبدا، ما بآمن بالحب من طرف واحد. أكيد كرمال اللي بتحبيه بتحاربي الدنيا وبتعملي أي شي لتحافظي عليه، بس لحد معين. الحب بين طرفين، اتحاد روحين مع بعض، شراكة لبقية العمر. إذا ما قدرتي تسيطري على حالك رح يتحول لمرض. وأنا جيت لهون لهذا السبب بالضبط. وجود علاقة مريضة بحياتي مرفوض. يلا سلام.